بالنسبه للشوربه تعالوا نشوف بقى المقادير. عندي البنجر طبعا المسلوق، وعندي كرفس، بصل مفروم ناعم، كرات، جنزبيل مفروم، لورا بودره، بقدونس مفروم، زعتر فريش، كريمه، ومرقه او ميه مغليه زي ما انتوا عايزين. الموضوع بمنتهى البساطه زي اي شوربه. هحط هنا معلقه الزيت، هحط معاها البصل والكرات والكرفس. الكرفس هنا هيدي طعم حلو جدا للشوربه. ادي البصل، وادي الكرات، وادي الكرفس، وهندي طبعا نقطة بقدونس دلوقتي، وهنسيب شوية بقدونس للآخر يبقوا فريش. نزلنا كده، تعالوا بقى ننزل توابلنا عشان تاخد تشويحة وتدينا طعم حلو من الأول كده أهو. نحط بقى الملح والفلفل. في ناس بتحب تضيف شوية سكر للشوربة دي على أساس إن البنجر بطبيعته مسكر، فبيبقوا عايزين يعززوا النكهة بتاعة التسكيرة دي، ممكن جدا. وفي ناس العكس تحب تزود الملح عشان البنجر ما يبقاش مسكر، ده حسب طبعا الذوق. دلوقتي بقى هنحط اللورا الفريش، زعتر فريش، قليل قوي، انا مش عايزة حاجة تغطي على طعم البنجر، بس عايزة اديله تنكيها، والجنزبيل الفريش. هحط هنا البنجر اهو. طبعا انتوا عارفين ده اصلا مسلوق، واحنا اوريدي شوحنا البصل والكرات والكرفس بما فيه الكفايه فاستووا، فانا دي مش عايزه اموتها، يعني هي غلوتين كده، واقوم منزله لها شويه الكريمه وخلاص اهو. والحمد لله دلوقتي ما بقاش عندنا اي مشكله في موضوع الكريمه ده، لاننا عملناه مع بعض في البيت وكل الناس جربته، والحمد لله نجح معاها جدا. بس كده غلوه تانيه بالكريمه وخلاص.